FM. الكل مليك. الإعلام يعرف، الصحفيين يعرفوا أنه مش الناس التحقوا بمحسن مرزوق. محسن مرزوق التحق، احنا أنا من سبتمبر اللي فات نفكروا في حزب آخر، من سبتمبر اللي فاتوا منا أرضية صغيرة والنواب عندهم نسخة منها، ومعناها والناس اللي تعرفهم أنت معناها البارزين في الحراك متاع النداء فعلى مستوى مجلس الشعب، كما منظر بحجالي، كما مصطفى بن أحمد، كما مجموعة أخرى، كل معناها بدينا نتحاور حول أرضية لبعث تنظيم جديد. في الأثناء جاسي محسن في نوفمبر 2015، فلا يمكن يقول شق محسن مرزوق، معناها هذا خطأ تاريخي وسياسي أيضا خطأ. محسن بالتأكيد رجل عنده ذكي وعنده كفاءات وعنده، لكن عنده أيضا أخطاء متاعه، لأنه أنا أعتقد أنه معناها سبب من الأسباب اللي ما آلت إليه الأوضاع في نداء تونس هو محسن مرزوق. محسن مرزوق من الناس اللي رفضوا مؤتمر، من الناس اللي معناها للأخير قاعد يخدم بصورة سلبيجي، معناها لم يقوم حتى دوره كأمين عام. الفترة اللي كان فيها أمين عام ما قامش بدوره. قعد هو أمين عام، قعد من جوان تقريبا، من سحابة، لكن سحابة وسيف يمكن ما ترأس حتى اجتماعه من عام، لكن حتى الفترة ذيك فما حتى اجتماع بالقواعد، حتى القواعد معناها لا طمأنت القواعد ولا اتصال بهم ولا حتى شيء، وكان خطر. الكل مليك.